سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، على الكتاب المنير وعلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نحمده ونسأله أن يتم علينا النعمة في الموعظة والعلم والهداية واليقين. في الهدى السابق والنبأ الفائت في تفصيل الآيات الكبر التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، وما وجب علينا أن نقرأ أمثالها على فرعون هذا الزمان الذي طغى في الأرض وأكثر فيها الفساد، الذي في البيت الأبيض عموما معلوما لا يكاد أحد يغفل عنه أبدا. وقلنا لكم إن فرعون الذي كان في مصر كان له نظام اسمه نظام البيت العظيم، ولمصداق الكتاب أن الله ضرب له مثل، ضرب فيه من كل مثل، الذي يملك الأرض اليوم بتوحد على العالمين، نظام البيت الأبيض، إلى جانب مفارق مماثلات غريبة بينهما، حتى بات هذا الأخير يحذو حذو الأول لا يحيد عنها أبدا، كأن ما يفعله هذا الذي في البيت الأبيض يصدق الآية التي في سورة الزخرف بعدما أهلك الله فرعون الأول، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وما قال للآخرين، قال للآخرين، أي أن أمة تماثل فرعون ستكون في آخر العالمين بيت ببيت. وقلنا من قبل إن الله عندما جعل نظامه في الأرض نظام البيت فليعبدوا رب هذا البيت، ما كان ينبغي لأحد أبدا كائنا من كان أن يتخذ لنفسه نظام بيت يطغى فيه على العالمين ويفسد في الأرض كما فعل فرعون الأول وكما يفعل فرعون الأخير الذي في البيت الأبيض، وكما جرى مع فرعون الأول وكما فعل الله بفرعون الأول لا إله إلا هو، وكما أثبت سنته ألا يبدلها ولا يحولها، يرى ونظن أن فرعون الأخير سيهلك كما هلك فرعون الأول، كما قال موسى إني لأظنك يا فرعون مثبورا، ونحن على لسان موسى نظن فرعون الأخير مثبورا هالكا كما هلك الأول بالماء، كما رأى العالمون ورأوا طوفانا لم يروا مثله من قبل ما كان في إندونيسيا وما كان بعدها، وسنأتي عليه كلها آيات مفصلات، ليرجع الذي في البيت الأبيض فرعون القزم هناك ليرجع فيخشى ربه، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية جاءت مباشرة بعدما أخذ الله فرعون في سورة هود. كنا عند الآيات المفصلات، وصلنا عند الطوفان والجراد والقمل، ووقفنا في النبأ الفائت عند القمل. عودا على بدء، نؤكد على الطوفان ونستحضر له واقعا كان بين أيدينا. قبل عامين تقريبا كان طوفان ظاهر من أشهر الطوفانات التي أرسلها الله على الولايات وعلى فرعون الأخير، هما سموه كاترينا إذا تذكرونه. قال عندما وصلنا إلى الطوفان والجراد والقمل، قلنا إن القمل لا يكون إلا رذلا وتحقيرا، ولا يصل الإنسان إلى مرحلة التقميل إلا بعد فقدان النعمة ووصوله إلى العوز والفاقة والقلة. فإذا ضرب الطوفان أرضا، هذه التداعيات الواجبة
ما يسميه مباشرة بعد الطوفان الكارثة البيئية والأمراض الوبائية. عندما ضرب ما سموه هم كاترينا، ضرب ولاية لويزيانا وأغرق نيو أورليانز عندهم، الأرض لم تعد آهلة للسكنة، وانتشرت فيها الأوبئة والكوارث البيئية التي تتمثل في القمل وما يماثله ويشابهه. إنما لم يعد هذا قصص مؤسطر من الزمان الغابر، بل كأننا نتلوه اليوم على هذا الفرعون القابع في البيت الأبيض الذي طغى في الأرض وأكثر فيها الفساد. فأرسل الله آيات مفصلات، الطوفان والجرادة والقمل. حقيقة لنا قبل أن ندخل في الضفادع والدم أن نفصل أن الله لا إله إلا هو بعد العصا واليد لا إله إلا هو، ذكر آية تكاد تعنون لما سيكون، أن قال موسى لقومه، وهذا يشبه حالنا نحن اليوم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كلام موسى جاء بعد مقالة الملأ من قوم فرعون، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، انتبه، ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ما يفعله فرعون الأخير تماما ما نقرأه مما تلوناه آنفا. فقال موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. الآن الأصل في كل المسلمين اليوم أن يسمعوا هذه الآية فينزلوا تحتها، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما قال موسى إن الأرض لله؟ ذلك أن الصراع كله على الأرض، العصا واليد وما تلوناه من الآيات، كما قال فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم، الأرض لله يورثها من يشاء كما قال موسى، والعاقبة للمتقين. فقال قوم موسى، ونربأ بإخواننا المؤمنين الآن أن لا يقولوا كما قال قوم موسى، قال قوم موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا إحباط. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فقال الله، الآن ستبدأ الآيات التفصيلية لما خوف به فرعون، قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط والجوع، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. انتبه يا أخي ما أجمل موقع الآية، الآية لعلك تتذكر، فإذا جوع الله وخوف فرعون لعله يتذكر. أما فعل المعجزات لا يفعل شيئا غير التعجيز والإحباط، دعك منها دعك منها دعك منها، لم يقلها النبي البليغ محمد، فلا نعلم أحدا أبلغ ولا أعلم من محمد، لا في العربية ولا في كتاب الله، فلا تتشددوا ولا تتعصبوا على ما لم يكن عند رسول الله، إياكم، ما لم يكن معجزات فلا تقولوا بها أبدا. قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم تجري الآيات حتى نصل إلى الطوفان والجراد والقمل. ولكن قبل بضع سنين كما قلنا رأى الناس عيانا بحرا يثور ويعم ويطم أرضا بأكملها، ثم بعده جاء طوفان على الولايات نفسها، وسيأتي طوفانات غيرها لا محالة هم يعلمون، وسيأتي طوفان أكبر من الذي رأوا كما قال الله في الزخرف، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أبدا ولا رجعوا. وهذا ما يفعله فرعون القابع في البيت الأبيض، كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فعندنا الطوفان، بعد الطوفان كان الجراد والقمل،
فالظاهر أن الطوفان كما يعلم الناس حتى قبل أيام معدودات كان في طوفان على أرض عربية مسلمة في طرف الأرض من جزيرة العرب ما رأيتم في عمان. مباشرة أول ما يجري الطوفان على الأرض فيغرقها مباشرة يشكون ما يسمى بالكارثة البيئية والأمراض الوبائية تماما ما نتكلم عنه من القمل. فمن كان آمنا طاعما غنيا يصبح مشردا فقيرا تفوح منه الروائح بعدما فاحت منه العطور. كذلك أجرى الله على فرعون إذ يسلب نعمته شيئا شيئا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد فجردهم والقمل فصاروا في الرذالة والتحقير والضفادع. الآن الضفادع تحصيل حاصل لما يكون بعد الطوفان، لا يكون ضفادع في صحارى أصلا. الضفدع يكون فيما يسمى في المستنقعات، فإذا على الطوفان أرضا فطمها وأغرقها بعد قليل من الكوارث الناتجة وجوبا الضفادع. ولكن الغريب أن الضفادع مش مجرد تحصيل للطوفان، الضفادع إشكال مشكلة. لماذا؟ الله كما قلنا في سورة النحل قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انتبه أمن، الأمن عموما ولكن أعلى الطمأنينة والسكينة. الضفادع إذا عمت أرضا كما يعلم الناس، الضفادع أكثر ظهورها في الليل، في الليل كما يعلم الناس. والضفدع يضرب به المثل بالنقيق حتى تقول العامة أنه يعني ينقه كالضفدع، فيقولون يعني كفى نقيقا، يعني كما تقول العامة ما تنقش علينا تنقش علينا، ذلك الذي لا يكف عن الكلام والصوت. الآن بعد هذا التحصيل تخيل أمة انتشرت الضفادع في أرضها، فصارت الضفادع ليلها كله نقيقا، من يعني يستطيع أن ينام؟ أنت تظنها هذه يسيرة؟ أبدا، الله يمن على العالمين أن من عليهم بالنوم، قال وجعلنا النوم سباتا، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. فإذا هذا الليل الذي تسكن فيه أرسل الله فيه الضفادع تنق نقيقا لا ينقطع، أول ليلة قد تصبر وثاني ليلة وثالث ليلة سترى الشحوبة وترى الهزالة والضعف مجرد أنه لا يستطيع أن ينام، فسلب الله له النعمة والأمانة والسكينة والطمأنينة بالضفادع. لو أن فرعون علم وانتبه كيف تكون ربا ويغلبك الرب الحق بضفدع ويغلبك بالضفادع؟ لو شاء لا إله إلا هو لخسف بك الأرض أو قلب عليك الجبال، ولكنك عنده وضيع، فوجب أن تعلم أنك لست له بند، فأرسل يوم أرسل عليك ضفادع وكمل وجراد. لو كان فرعون ذكيا واعيا لكفته هذه، كان ذكيا ولكنه كان مستكبرا عنيدا، فقال الله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآن عندنا الضفادع، وقلنا لك إن الضفادع لم ترد في القرآن كله إلا ها هنا، إلا ها هنا، فهذا يكفي أن تعلم أن الله ما استعمل الضفادع إلا على فرعون. الآن قبل أن ندخل في آية الدم وهي الآية العظيمة وهي الآية الأصعب والأشد، نحصي لأنفسنا وللسامعين أننا مررنا على العصا واليد تلكم اثنتان، ثم كما في سورة الأعراف قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هذه الآية الواضحة التي بدأت توضح آية العصا واليد. ثم الآيات المفصلات الخمس، ثلاث مضينا والخمس هذه ثمانية وسيبقى واحدة نأتي عليها بإذن الله. إنما الآن الدم، وهذه آية وجب عندها الوقوف. قبل أن أنتقل إلى الدم، على كل سامع يسمع الأرصاد ويسمع ما يسمى بالاحتباس الحراري عليه أن يعلم أن آية الطوفان لم تنتهي وأنها ستأتي بالمزيد المزيد، وأن أمريكا خائفة حذرة مما يسمى بالأعاصير. خوفهم ليس فقط من حركة الرياح
ولكن الأعاصير تأتيهم من قبل البحر فتحمل البحر عليهم كما لا يطيقونه، وهو ما يسمى الطوفان. والله يا إخواننا أنني سمعت المختصين في علم الأرصاد بعدما جرى ما يسمى بتسونامي على إندونيسيا، قال المختصون بعلم الأرصاد والاحتباس الحراري أنهم يتوقعون وجوبا حتميا إعصارا وطوفانا أضعاف ما جرى في تسونامي إندونيسيا، ولكنه متجه إلى شرق الولايات المتحدة أو إلى غربها، ولكنهم يعلمون أنه إلى الولايات المتحدة، حتى أني سمعت أحدهم يقول إن الطوفان الذي ضرب إندونيسيا كانت أعلى موجة فيه 40 مترا، أما الموج والطوفان الموعودة الولايات فرعون الأخير هم يقيسون لها 600 مترا، أي أعلى من جميع أبراجهم. حتى قال أحد المختصين إن هذا الطوفان يلقي على السواحل ما يوازي 50,000 أو 100,000 طن على كل متر مربع، فتصبح الأرض كما سمعته يقينا، هذا الرجل اللي بتكلم عنه غربي قال تصبح الأرض، قالوا له قديش الخسائر البشرية، قال لا أريد أن أقول، ولكن أقول أن المنطقة ستصبح مهجورة لأجيال. هذا آية كما جرى مع الأول، كما قال الله في الزخرف: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الأيام بيننا، اسمعوا، هذا فرعون القابع في البيت الأبيض له مثل كفرعون الأول: ما أهلك الله به فرعون الأول بالماء سيهلك به الأخير إن شاء الله وجوبا تحقيقا، ذلك أن الله لا يبدل سنته ولا يحولها، كما قال استكبارا في الأرض ومكر السيء كما فعل فرعون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، كما فعل فرعون أخذه بالماء، ومن فعل فعل فرعون البيت الأبيض أو غيره يهلكه الله بالماء. والأيام بيننا بإذنه تعالى. الآن نأتي على آية الدم. آية الدم وهي أشدها كما قلنا وأمرها على فرعون، وجعلها الله في آخر الآيات المفصلة. للأسف شاع بين المدرسين في الكتب أن آية الدم كانت أن كان الفرعوني يومها إذا أراد أن يأكل فيؤتى بوعاء الطعام فيصبح طعامه دما، ويؤتى بإناء الماء فيصبح آنية الماء دما، فلا يستطيع أن يشرب، بينما بنو إسرائيل يطعمون ويشربون، حتى وصل الحال كما في الكتب، حتى وصل الحال أن الفرعوني يأتي الإسرائيلي فيقول له اشرب واملأ فمك ماء ثم مجه في فمه، فيشرب الإسرائيلي ماء فيمجه دما. هذا موجود في الكتب، وهذا كله باطل لا سند له أبدا، ولم يصح لا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابنا، فمن أتى به من التوراة فقد خالف رسول الله، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فلا نكذب ولا نصدق، إذن نعطل، فلا نقرأ ولا نأخذ أبدا، ولا نأخذ إلا ما صدق عندنا كتابنا، ما صدقه كتابنا أخذناه، ولم نأخذه إلا لأنه صار في طي كتابنا، أما ما لم يكن في كتابنا ولا في حديث نبينا فهو من المتروك الذي ليس بشيء. إذن أين آية الدم؟ يسيرة آية الدم، لا حاجة للتكلف ولا للطعام ولا لشيء من هذا أبدا. أنا مجرد أن أقول لك دم لا يخطر في بالك إلا النفس والموت والقتل، كما في حديث النبي الصحيح قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. دمه ماذا تفهم منها إلا قتله ونفسه، قتله ونفسه.
ثم أن يقول عليه الصلاة والسلام فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم، ماذا نعني بدمائهم إلا أنفسهم وقتلهم. ثم لما قالت الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فالدم هو على القتل. ثم في النسك في الحج يقال في الفقه أن فلانا إذا تجاوز شيئا من محظورات الحج عليه دم. ماذا عليه دم؟ أي عليه ذبح أن يذبح من النسك. فالدم الذبح والقتل، الدم الذبح والقتل. فرعون أجرى الدم على بني إسرائيل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ثم قال الله يذبحون أبناءكم، هذا هو الدم. فلما أرسل أمثالها على فرعون الدم كان القتل والذبح، فأجرى الله على فرعون الآمن خوفه ودمه وقتله كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل. فلو كان فرعون ربا لاستبان له بعدما أجرى الله عليه الذبح وأجرى عليه الدم، بغض النظر كما نقول إحنا مع أو ضد، ولكن إحنا نقول ألم تروا ما جرى في الفضائيات؟ ألم تروا إلى الجند الأمريكي كيف يجري دمه؟ هذه آية أنك يا فرعون الأول أو الأخير لست برب، فلا أمان لك إن أنت عصيت ولا نعمة لك إن أنت عصيت. فالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كلها آيات لا أمان لمن عصى ولا نعمة لمن عصى. فرعون عصى فأخذت النعمة والأمان كما قال الله في المزمل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. بعدها قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ففرعون مثل عال للمكذبين أولي النعمة، فإن كذب أولو النعمة سلب الله النعمة والأمانة يقينا ظاهرا بينا، وجعل فرعون نفسه الأول آية للعالمين عموما وآية لفرعون في آخر الزمان. له بيت كما لفرعون بيت، وله هرم كما لفرعون هرم. ألا ترون ارجعوا إلى العملة الأولى الأصل الدولار الواحد، ما يسمى دولار واحد، دولار واحد، انظر عليها ستجد هرما كهرم فرعون، هو يفعل تماما كما يفعل الأول. نبشر فرعون الأخير بما هلك به فرعون الأول إن هو لم يرجع، فلم يخضع لربه ولم يطع ربه أن ليس له إلا الماء. إن الله لا يبدل سنته ولا يحولها، سنة الله في الذين خلوا من قبله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في اللقاء المقبل بإذن الله نتمه الآية التاسعة من الآيات التسع المفصلات، ولكن من اليوم اعلم أن القرآن لم يكن قصصا للتسلي ولا للتلهي، كل ما أنت فيه مسطور في الكتاب، اقرأ واقعك وما أنت فيه من الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بيننا وبين العالمين هذا الكتاب مصدقا لكلمة الله لا إله إلا هو. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.